اهلا بكم. احنا هنسيب الوغد الخارجي ده لان احنا عندنا وغد داخلي حقيقه، يعني نتنياهو ده وغد كامل، وغد خارجي كامل، عندنا وغد داخلي. وكلمه وغد يعني مش شتمه تقيله قوي يعني، بس هي بتعبر عن المعنى او الاداء اللي بيقوم به الشخص. احنا ضيفنا او اذا جاز التعبير يعني زبوننا النهارده الدكتور سعد الدين ابراهيم، عالم الاجتماع الشهير، السياسي الخطير الذي قام بادوار في السياسة المصرية أقل ما يقال عنها أنها أدوار منحطة، لأنه الراجل ده هو اللي عمل الاتفاق ما بين الإخوة المسلمين والأمريكان، وكان عايز يعمل اتفاق ما بين السلفيين والأمريكان. الراجل ده اللي طول الوقت كانت قطر مكسرة فينا، فيجي يقول لك ما تيجي نصالح قطر ونقعد مع قطر. أيا كان، دكتور سعد الدين إبراهيم نشر مقال في صحيفة مصر اليوم من حوالي أسبوع، بس لأنه الناس ما بتقراش بشكل واضح يعني، ففي حاجات بتعدي، بس ده مقال ما يعديش. ليه ما يعديش؟ الراجل جاي يقول ببساطة شديدة جدا عن أنه أصوات من ده عنوان المقال، أصوات من أجل مصر ديمقراطية. بيقول أنه آخر 5 سنين في عصر مبارك حصل أنه مجموعة من المصريين كونوا لجنة أو كونوا جمعية أو كونوا جماعة أطلقوا عليها Voices for Democratic، أصوات من أجل مصر ديمقراطية زي ما هو ترجم. الناس دول كانوا محتجين على ما يحدث في عصر مبارك، كانوا بيقولوا أن عصر مبارك ده ما فيش فيه ديمقراطية كلام اللي حضرتكم عارفين. واستطاعت هذه المجموعة أن تتواصل مع الإعلام الخارجي في إنجلترا، راحوا للتايمز وبعض الصحف الأخرى، وفي الولايات المتحدة الواشنطن تايمز، وفي فرنسا في ليموند وغيرها. وهو دول عملوا ضغط على المجتمع الدولي وسندوا ثورة 25 يناير زي ما هو قال. طيب الراجل بيتكلم حد دلوقتي في التاريخ، هو حر. لا، الدكتور سعد بيقول انه هذه المجموعة خلال زياراته الى اوروبا وكندا وامريكا الاخيرة في الصيف ده رجعت تتجمع تاني. ليه يا سيدنا تتجمع تاني؟ قال لك لان هم شايفين انه مصر حصلت فيها ردة سياسية وديمقراطية عامة، وفي ممارسات لا يجب السكوت عليها، وانه هذه المجموعه راجعه تتحرك تاني وتتواصل تاني مع الاعلام الخارجي عشان يضغطوا على مصر ويكلموا انه ما ينفعش، ما يصحش اللي بيحصل ده، ما يصحش. ايه اللي مش عاجبه؟ او خلينا لحد دلوقتي نقول ايه اللي مش عاجب المجموعه اللي الدكتور سعد الدين ابراهيم بيقول ان هي موجوده. اول حاجه مش عاجباهم بيقولوا انه ما فيش ديمقراطيه في مصر بدليل انه رئيس مجلس النواب تم تعيينه من قبل الرئيس. اول حاجه مفيش ديمقراطيه لانه رئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال معين من قبل الرئيس. طيب الكلام ده صحيح؟ لا مش صحيح. ليه مش صحيح؟ لانه الدكتور علي عبد العال كان مرشحا في انتخابات البرلمانيه الماضيه على قمه القايمة بتاعت الصعيد، والراجل كان ائتلاف دعم مصر، والراجل نجح في الانتخابات ودخل البرلمان منتخبا وتم انتخابه رئيسا لمجلس نوبل مصر. فالناس بتوعك يا دكتور اللي انت يعني بتقول ان هم بيقولوا الكلام ده، او المعلومة مش مظبوطة، خلاص مش مظبوطة، انه مفيش ديمقراطية بدليل انه عينوا رئيس مجلس النواب. لا يا سيدي، مش متعين الراجل، مش من المجموعة اللي الرئيس عينها. طيب ايه تاني مش عاجبهم؟ قالك انه الدولة المصرية دأبت على مطاردة معارضيها في مجلس النواب. لو ما مين؟ قالك اي حد بيتكلم ضد النظام في مجلس النواب بيفصلوه. وضرب الدكتور سعد الدين ابراهيم نموذجين. النموذج الاول بيه النائب السابق محمد انور السادات، والنائب السابق توفيق عكاشة. طيب الكلام ده صحيح؟ لا مش صحيح. ليه مش صحيح؟ لانه اخونا النائب السابق محمد انور السادات خرج من البرلمان في وقعه واضحه ومحدده. الراجل اتهم بانه سرب معلومات ومستندات من مجلس النواب الى سفراء دول اجنبيه. وهذا هذه المعلومات والمستندات هي عباره عن مسوده قانون الجمعيات الاهليه. احنا اللي قلنا الكلام ده؟ لا ما قلناهوش.
وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي ببساطة راحت قدمت شكوى في البرلمان، قالت يا جماعة الراجل بتاعكو ده، النائب بتاعكو ده سرب مسودة القانون بتاع الجمعيات للسفراء، لأنه أحد السفراء قابل الدكتورة غادة والي في أحد الاحتفالات وبسألها، بسألها في القانون وبيقول لها أنتوا ليه عاملين كذا ومش عاملين كذا في القانون؟ فقلت له يا فندم مين قال لك إن إحنا بنعمل كذا وما بنعملش كذا والقانون فين؟ قال لها القانون معانا، مسودة القانون معانا. مين يا فندم اداها لك؟ اداها لنا فلان. هو الراجل السفير ده راجل يعني مجامل. ماشي؟ فباع محمد انور السادات، فاتهم بانه سرب معلومات ومستندات الى سفراء دول اجنبيه. وتم شكوته. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين انه تواصل مع جهات اجنبيه داخل مصر وخارج مصر دون الرجوع الى مجلس النواب، وهذا مخالف للائحه. هتقول لي بقى انه هو الراجل ليه مواقف عشان كده عملوه، بس محدش بيقع يا فندم في مصر الا بغلطته. حرامي بشيلته زي ما بيقولوا، وعفوا يعني احنا ما بنشبهش ان الراجل انه حرامي، لكن الحرامي بشيلته. انت غلطت، قعدت تقول بقى ده هم تصيدوا لي. ايوه تصيدوا لك باللي انت عملته ولا مش باللي انت عملته؟ اللي انت عملته. الاخ توفيق عكاشة حضراتكم عارفين، الراجل استقبل السفير الاسرائيلي وتقريبا يومها مصر كلها انتفضت في وشه وطلبوا انه يخرج من البرلمان وعملوا له مساءله في البرلمان وفصلوه. فاذا المعلومه انه البرلمان المصري يفصل من يعارضون النظام مش صحيح. ادي تاني حاجه. تالت حاجه الدكتور سعد قال لك الجماعه بتوع يعني الاصوات دول اللي هو لوحده يعرفهم بيقولوا ببساطة انه في تعقب للشباب ممن قاموا بثورة يناير. كويس؟ ودول بيعتقلوا من غير جرائم وبيسجنوا وبيختفوا ومحدش عارف عنهم حاجة. ولولا ان المجتمع الحقوقي ضغط على الرئيس ما كانش الرئيس طلع ناس منهم في العفو. لا يا اخي العفو بقى. حضرتك يعني انت والجماعة بتوعك. ليه؟ في ناس بيتم تعقبها وفي ناس بتعتقل فيه بتاع حضرتك من 2013 واحنا في حرب لو مش واخد بالك. لكن كمان انه مجتمع حقوقي يا راجل حرام عليك، انه مجتمع حقوقي اللي ضغط عشان يتم العفو عن مجموعات من الشباب؟ لو حضرتك ناس يعني افكرك انه هذا الاقتراح اول من قالوا الدكتور اسامه الغزالي حرب في مؤتمر الشباب الاول بتاع شرم الشيخ، وعلى الفور استجاب لي ودعموا صديقنا واخونا محمد عبد العزيز، وتم تكوين لجنه للنظر في احوال المعتقلين من 5 افراد، وهذه اللجنه اجتمعت وقدمت 3 قوائم تم العفو عنهم والان بتشتغل في القائمه الرابعه. فحتى هذا العفو يتم بالتفاهم وبرعايه النظام نفسه، يعني مش الناس مش قاعد يقول لك يعني اموتكم كلكم، هقطع رقبتكم كلكم، لا خالص. ناس تعمل القبض، واقول لك على حاجه، وهو الرئيس نفسه اعترف قال في ناس دخلت السجن مظلومه، لانه وانت داخل بتنظف وبتواجه الارهاب، ما في ناس بتروح في رجلين. في فعلا ناس بتروح في رجلين، والناس اللي بيروحوا في رجلين دول بيتم النظر في وضعهم وبيخرجوا. ولا انت مش فاكر اصحابك محمد مرسي قال لك ايه يعني 10,000 واحد نموت 10,000 واحد عشان الشعب يعيش؟ مش اصحابك دول ولا مش اصحابك؟ طيب يبقى ده الحاجة التالتة. الحاجة الرابعة اللي بشكك فيها يقول لك أن الرئيس يأخذ قراراته منفردا وعمل مشروعات قومية ملهاش جدوى. ليه يا سيدي المشروعات القومية ملهاش جدوى؟ قال لك قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. مرة تانية التشكيك في أي شيء. الدراسات الجدوى وجدوى هذه المشروعات الناس اتكلمت فيها كتير جدا، بس مثلا مسألة العاصمة الإدارية الجديدة كنت كل ما تبص في وش واحد يقول لك القاهرة بتتخنق، القاهرة بتتخنق، محتاجين نطلع بره القاهرة، فيجي الراجل يعمل عاصمة إدارية جديدة تقول له لا ده مشروع ملوش جدوى. فأنا عندي هنا 4 أكاذيب نشرت في ونشرت في صحيفة مصرية، يعني الناس اللي يقعد يقول لك إيه ما حدش بيتكلم براحته بيمنع الناس اللي بتقول كلام ضد النظام وضد الحكومة وضد الشعب وضد الحشرة وضد الفار والكلام العظيم ده.